السكه الحديد بتشغل قطارين لنقل مشجعين لبرج العرب لحضور نهائي ابطال افريقيا. ده اللي اعلنه المهندس اشرف رسلان رئيس هيئه السكه الحديد عن تشغيل قطارين من القاهره الى مدينه برج العرب الجديده بالاسكندريه والعكس علشان ينقلوا مشجعي كره القدم لحضور مباراه الذهاب بالدور النهائي بدوري ابطال افريقيا، والمقرر ان تقام على ملعب استاد مدينه برج العرب الجديده بين فريقي الاهلي المصري والترجي التونسي غدا الجمعه. من جانبه اكد ايضا رئيس هيئه سكك الحديد انه تقرر تشغيل قطار في رحله الذهاب من القاهره وقطار في رحله العوده من اسكندريه، مضيف الى ان قطار الذهاب سوف يتحرك من محطه القاهره الساعه 10 الا ثلث الصبح وهيقف في محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بيه ومحطه 25 يناير وبرج العرب الجديده. قطار العوده هيتحرك من اسكندريه الساعه 11 ونص بالليل بعد انتهاء المباراه ان شاء الله. ده كان بالنسبه لنقل المشجعين ان شاء الله بكره. طيب نروح بقى منها ل